السلام عليكم. انت عندك يسري دالية ساعة 12 ريال، ساعة ب 12 ريال، ولدي رجعت لك ديال ما عندي باش نخلص، وانا نمشي ل 200 نوت، استقبلنا ب 200 نوت، عامين وقت ما تديرو مجان، عامين تندير تما مجان اولدي، يفتحوا هادي تاع سيدي يوسف علي، جا الحاج تما قال لك ودي صحاب مراكش، يشيلوا مراكش، جابوا نعاود تاني هنا، دوزت واحد ربع شهور هنا، وليت مشيت 200 نوت تاني. شي عام وسما وسما في الانترنت. اي ولدي لا مجان عمرنا ما خلصينا ريال. الله يجزيهم بخير. الله يجزيهم بخير. سكت انا عندي مشيت ترانسبور. مشيت الكيران. تنتعدى في الكيران ولدي. بعد انا جيت نتكرفص في الكيران. قبل وبعد. اي ولدي. دابا الحمد لله بجي خير على خير. هاد الناس الله يجزيهم بخير. لا فرملية ولا كل شيء واقفين معنا. الله يرحم بهم الوالدين. كل شيء. اي نعم ولدي. السلام عليكم. معكم ليلى. مصابة مصابة بالكسر الكلوي. في العمر ديالي 24 سنة. كيفاش تصابيتي؟ أنا أصلا عندي الكيوسة عندي في الكلاوي، ولكن الحمد لله كان داك ساعات ما تنحس بتا شي حاجة، لحتى فجأة طحت، يعني طحت ملي مات لي الأب ديالي صافي أنايا طحت، ما صافي ما بقيتش كنقد لا ناكل ولا نتمشى لا شي حاجه. يعني حتى مشيت دوزت قالوا لي بالله راكي عندك الكيوسه، وبالله دوك الكيوسه صافي يعني وقفوا، يعني الكلاوي ما بقوش خدامين بصفه نهائيه. عطوني انني نزيد ندير واحد الريجيم ونتبع الدواء ونتبع بزاف ديال الحوايج. صافي انا ملي تبعت هذاك الشيء شويه عاوتاني طحت. هي فاش درت الدياليز ملي ماتت لي الام ديالي الله يرحمها، طحت ومشيت للمحمد السادس تما كاينه فين تبعت، وهما اللي صيفطوني الحمد لله لهاد الجمعيه اللي لقيتها ساندتني بزاف الحمد لله. وصافي هي فاش وليت ندير الدياليز دابا مده عامين دابا انا باش كندير الدياليز مع هاد الناس هادو هاد الجمعيه هادي اللي كاينه عندهم انايا دابا الحمد لله ساندوني وتتعاملوا معنا مزيان و عادشي الله يعمر لهم الدار ودابا الحمد لله عطاهم لي الله ما تبعت حتى شي حاجه ولكن الحمد لله حملت بجهد الله سبحانه وتعالى وهما وقفوا معايا صحاب هاد الجمعيه هادو وقفوا معايا وعطوني عطاتني واحد بروفيسور بلا ما نذكر الاسم ديالها هي اللي عطاتني كيفاش نتبع الدياليز حيت كان قبل كان الدياليز في شكل ومني حملت ولا في شكل اخر يعني تنقصوا بزاف ديال الحوايج والحمد لله دابا متبعه معاهم وغاده معاهم بشوي بشوي الحمد لله تجيب ربي التيسير وانا دابا كنشكر هاد المؤسسات الامال حيت هي اللي واقفه معانا ومساندانا الحمد لله وفافره من اللي هما الصراحه ظريفين بزاف يعني ماشي حيت سميتو ولكن كنشكرهم ظريفين تضحكوا معنا انا ما تعتبرش راسي انني غادا للدياليز يعني الله اللي شهد ما تعتبرش راسي انا غادا للدياليز كنعتبر راسي غادا عند عائله تيجمعوا معنا كيضحكوا معنا ما تعتبروش راسنا راني مرضين تيدعمونا نفسانيا كيضحكوا معنا بالواحد بالواحد بسمياتهم كاملين كيضحكوا معنا وكيساندونا وكي عاجي توقفوا معنا متحت انا براسي ما ندويش على الناس اخرين وكندوي على راسي انا كنحس براسي بحال اللي غادي عند عائلتي وكنرجع الحمد لله وكنخرج من داك السنطر الحمد لله بخير ما سخفانه ما حتى شي حاجه الحمد لله على كل حال امين شكرا.